أهلا بك سيدتي. ناقشتم في اجتماع عدة مواضيع، أهم هذه المواضيع التي ناقشت في هذا الاجتماع وما تم الاتفاق عليه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا عليه الصلاة اليوم والسلام. الثلاثاء الموافق 14 فبراير كان اجتماع لوزارة العلاقات الدولية أو لإدارة العلاقات الدولية بوزارة التعليم بمديري مكاتب التعاون الدولي بالجامعات الليبية. حضر تقريبا 6 جامعات وهناك 3 جامعات المنطقة الغربية احتضرت. نعم. تم مناقشة كما يعني ورد بالتقرير باقتضاب اللي هي اللائحة المنظمة لعمل مكاتب التعاون الدولي نعم. بالجامعات من حيث الرؤية والأهداف والهيكلية، وأيضا ناقشنا التدريب والتطوير للعاملين بالإدارات. طبعا أنت تعرف أن العلاقات الدولية هي علاقات مع الجامعات والمنظمات الدولية، ومكاتب العلاقات بالجامعات يجب تفعيلها ويجب تخصيص ميزانية لها حتى تقوم بدورها على الوجه السليم. طيب دكتور محمد، البعض لا يفهم ولا يعي مثلا معنى العلاقات الدولية بالجامعة ودورها، نتمنى منك توضيحها بإيجاز. نعم، يعني نحن لا نعيش في بوتقة أو مثلا مجتمع خاص بي، تعلمين نعم. العالم صغير ومفتوح لنا جميعا، والجامعات الليبية إذا أرادت التطوير وإذا أرادت التحسين عليها أن تتعاون مع الجامعات الدولية في الدول الصديقة والدول الشقيقة. نعم. طبعا نحتاج إلى التطوير بالنسبة لأعضاء التدريس، نحتاج إلى التطوير في مجالات البحث العلمي، نحتاج أيضا إلى التدريب في إدارة الجامعات. يعني الحقبة اللي 42 سنة نعم. حقيقة يعني لم تكن فيها الإدارة في الجامعات على المستوى المطلوب. أيضا هناك بعض المنظمات الدولية مثل منظمة الأليكسو والأسيسكو اللي هي الإسلامية للثقافة والعلوم والتربية، وأيضا الأليكسو اللي هي الأليكسو العربية للثقافة والعلوم والتربية، وأيضا اليونسكو. هناك برامج تدفع ليبيا في مبالغ طائلة، وهذه البرامج يجب أن يشارك فيها الليبيين، وهناك بعض المشاريع بخصوص مثلا الحفاظ على الأثر والتراث، هناك مشاريع بتطوير الجامعات، وهناك أيضا تمويل موجود عالمي خاصة الآن في الفترة الحرجة التي تمر بها ليبيا. نعم. هناك تمويل من الاتحاد الأوروبي معروف بمشروع إيراسموس بلس، ويجب أن نستفيد. وأيضا أنت تعرفين الاحتكاك وحضور المؤتمرات وحضور اللقاءات الدولية سيحسن من الأداء وسيطور، لأنك أنت تطلع على تجارب الآخرين في مجال التعليم العالي. نعم، الدكتور محمد المبروك منسق العلاقات الدولية بوزارة التعليم، شكرا جزيلا لك.